بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أصحاب السمو المعالي والسعادة رؤساء المنظمات الرياضية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية، أبطال الماضي والحاضر والمستقبل من الرياضيين، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى استحقاق رياضي جديد، وإن كان محلياً في صورته الأولى لكنه امتداداً لأحداث رياضية رفيعة المستوى نفخر فيه ومن خلاله برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. لهذا الحدث رعاية تمنحنا الحافز وتدفعنا للعمل وتقودنا للطموح، ذاك الطموح الذي رسمه سمو سيدي ولي العهد. بفكره ورؤيته الملهمة ليقودنا لهذه المرحلة التاريخية في مسيرة رياضتنا المحلية بصبغتها العالمية. اليوم وبكوادر وطنية نعانق النجاح ونبدأ مرحلة صناعة الأبطال لنعيش هذا الحدث الكبير، دورة الألعاب السعودية الأولى. الفكرة التي خطط لها سيدي ولي العهد حفظه الله ليمنح أكثر من 6000 رياضي ورياضية فرصة المنافسة والتنافس وإبراز المواهب وتحقيق الأمل ومعانقة البطولة واعتلاء منصات التتويج. أقف هنا فخوراً ومعتزاً بهذا كله، ونحن وإياكم نتابع تواجد هذا العدد من الأبطال الذين يمثلون أكثر من 200 نادي سعودي تحت مظلة 41 اتحاد رياضي، يقدمون أبطالهم في مسيرة الشغف والحلم والانطلاق نحو لمعان الذهب وحصد اللقب في 45 رياضة، إلى جانب 5 رياضات خصصت لأبطالنا البارالمبيين. الحضور الكريم، هنا نعيش الألعاب السعودية بكل مضامينها وتفاصيلها وترتيباتها وحتى جوائزها التي وضعت لتكون تكريماً وتحفيزاً ودعماً لنجومنا وأبطالنا الذين اخترنا لهم هذا الكرنفال الرياضي ليعيشوا الأجواء ويتعلموا من الأخطاء وليصنعوا لوطنهم ولأنفسهم تاريخاً يليق بما تقدمه قيادتنا من دعم وتوجيه واهتمام ووفاء. وهنا أقول بفخر لكل المشاركين والمشاركات، هذه الدورة تتويج لكم وفرصة لإطلاق مواهبكم، استمتعوا بالمنافسة وأمتعوا من يتابعكم، واصنعوا تميزكم وطوقوا أعناقكم بالذهب وقبلها بالعطاء وقيم التنافس وسمو الرياضة. اكتبوا للتاريخ نجاحكم في صفحات لا تنسى بفضل قيادة عظيمة وملهمة لنا جميعاً.
ضيوفنا الأعزاء، شكراً لتشريفكم بالحضور، ومرحباً بكم في دورة الألعاب السعودية الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.